في ارقام مميزه انت عايز تقولها من البطوله دي؟ يعني شفنا ارقام كتير ظهرت في البطوله الحاليه من حيث الناحيه التهديفيه وصناعه اللعب، وشفنا لعيبه كتير، وحتى حته ان احنا ما نلاقيش هداف اوحد للبطوله. يمكن دي الاسيستات اللي شفناها وانفرد بيها طبعا لامين يامال، 4 اسيستات، عدد كبير جدا للعيب صغير في السن، في بتتكلم في 7 مشاركات. لا بس ده اللي تحتيه كمان صغيرين جدا، أردا جولر وسيمونز بتتكلم، فابيان رويز نفسه خلي بالك يا كريم، فابيان رويز برضه مش كبير، فاللعيبه كلها لا بتحس معدل اعمار في البطوله نفسها، واللعيبه اللي تالقت كلها لعيبه كلها صغيره في السن. عظيم. دي يمكن ابرز الارقام. لو نجيب الصوره اللي بعديها، دي يمكن الاكثر المنتخبات اللي استحوذت في البطوله، طبعا منتخب البرتغال لما يملكه من اللاعبين على منطقه وسط الملعب، كان واحد من اقوى المنتخبات اللي موجوده على مستوى الاستحواذ، على مستوى كواليتي اللعيبه اللي كانت موجوده، بعدها منتخب المانيا ومنتخب اسبانيا، والفروقات مش كبيره، يعني الفروقات مش كبيره ما بين المنتخبات. يمكن نجيب الصوره اللي بعديها، دي يمكن التصديات، اتكلمنا طبعا عن جورج حارس مرمى منتخب جورجيا، واللي تصدى ل 29 تصدي خلال البطوله، رغم ان منتخب جورجيا خرج من دور ال 16 وما كملش في البطوله، لكن يظل واحد او افضل حارس في البطوله. اللي بعدها، اللي نجيب اللي بعدها طبعا الاهداف، وزي ما احنا شايفين ماكوتيزي بتاع منتخب جورجيا هو الهداف، او يمكن هو يعتبر كاقل اللعيبه اللي طبعا اولمو بقى اهداف البطوله بالتساوي مع ده كلهم، بس عشان الفريق خد او منتخب بالظبط منتخب اسبانيا خد اللقب، لكن هو يمكن عشان اقل اللعيبه شاركت في الدقائق، يمكن دي منتخب اسبانيا اكتر منتخبات اللي سجلت في البطوله ب 14 هدف وراء منتخب المانيا. انا عايز اقول تعقيب بس على الرقم ده، منتخب اسبانيا اكتر منتخب في تاريخ البطوله سجل في نسخه واحده، مفيش حد سجل في 14 هدف في نسخه واحده. هايل كتعقيب في كمان دي دقه التمريرات طبعا منتخب المانيا كان بيتميز بيها، ودي يمكن هتلاقي دايما المنتخبات اللي عندها لعيبه مميزه في وسط الملعب، هي اللي عندها جمال موسيالا، عندها هي اللي عندها اللعيبه المميزه في وسط الملعب، هتلاقي اكتر لعيبه عندها تمريرات. كنت عجباني قوي المانيا، والفروقات مش كبيره، يعني حتى تلاقي الفروقات في النسب مش كبيره بين المنتخبات. شهاب شرفت ونورت حبيبك يا ابراهيم، شرفت ونورت وبشكرك شكرا جزيلا. ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على خير.